تفضلي. بس ما في حدا هون. ايه مدام معك حق، بس لو سمحتي طلعي لهون كتير منيح، مبين تماما انه كان في حدا هون من فترة قريبة كتير. بسببكن المدرب هرب من هون، بركي راح ورفع قضية واشتكى للشرطة ووقعني بمشكلة. لا 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 هابوسينج، العطر تبع فيبو ريحته مش هيك ابدا. شو؟ هو ما بيستخدم هيك عطر مقرف، هو بيستخدم بس العطور الغالية. لا 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 يا مدام، لا تفكري لي بالبرفانات وهيك شغلات غالية. لا، انت مفكرة انه هو رجال بريء؟ هذا واحد ماكر، يمكن رش البرفان البشع على فيبوتي وكان قاصد لحتى ما تشكي انه فيبوتي هو اللي كان هون بهالمكان هاد. شو هالحكي الفاضي؟ لحظة شوي مدام، اسمعيني انت، روقي وانا رح اتصرف مع هذا المجرم، انا رح احطه بالسجن. شرف معي على المركز، امشي بلا ضجة. يلا 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 يلا، هنيك بتقول كل شيء، تفضل. لا يلا لا مو معقول. غوري لا 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 غوري لا لا، اهدى وانت بايدك. يلا انا المدرب. شو عم يصير هون؟ انت وين كنت لهلا؟ راجندر ماسك ايد الزلمة من الصبح وما عم يرضى يفلتها. راجندر صاير غير مهذب، بس يشوف مرة حلوة بيصير يلاحقها. تركه، ترك له ايده. منيح انه ترك لك ايدك، انت منيح في بوتي. ايه انا منيح، انا هلا احسن، احسن بكتير. صاير مزعجك منيح هالايام. ممكن انك تقلي هي شو عم بتقول؟ هو يا عم يقول بابا بدي اضربه لهات. يلا يلا خلينا نهرب في بوتي. ايه كورنيكوفا، شو؟ لا انا هون بالسفارة تبعكن من الصبح عم بنطر لاخد التأشيرة تبعي. أول ما أخذ الفيزا طبعاً رح طير فوراً لعندك حبيبتي. رح دقلك بعدين، رح دقلك بعدين، ماشي؟ دقلك بعدين. أستاذ رجاءً اطلع لبرا، وقال لي أنا رح أوقع بمشكلة كتير كبيرة، ابني عمره 10 سنين، هو كتير بريء. إذا ما غسلت جسمي بشكل منيح شقفي شقفي ما في أطلع، أنا هيك معود، ما بقدر غير عادتي هيدي. يعني سبحت بالوحل قبل ما تجي؟ الشوارع برا مليانة وحل، ليش ما بتعرف؟ تتوسخ بكل خطوة بتمشيها برات البيت ولا جواته، الموضوع بياخد وقت لحتى تنظف حالك وتريح نفسيتك. في كتير وسخ على جسمك لازم تشيلهم وتنظف حالك، بياخد ساعات طويلة لتشيلهم من جسمك. انت انسان ولا عرباية خردوات؟ هيدا الجسم كمان مثل السيارة، شو مفكر يعني؟ بضل يشتغل طالما في وقود، بس أول ما يخلص الوقود تبعه بينتهي تماماً. أستاذ أنت ليش صرت كتير مفلسف فجأة؟ لأنه أنت مصر أنك تنزع مزاجي وتطلعني لبرا. أستاذ أنا عم ناديلك لحتى أعمل شغلي، بس توقع ورائي رجع فوت لجوا، ما بيهمني شو عم تعمل بعدين. بس هالشي منه ممكن. استاذ قديش لسه بدك وقت بالحمام؟ حمام الماي، الماي البيت صحة. حمام الماي البيت خلي حياتك أحلى بكتير، حمام الماي البرد. سيد تيواري، أنا هلأ رح أسألك وللمرة الأخيرة، فيبو وينه؟ قلتلك إني ما بعرف وينه. أنت بتعرف كل شي،
قل الحقيقة هلأ، أنت شو عملت بفيبو؟ وين وديته؟ هل قليل الفهم هيك قال لي؟ أنا رح أقول لك، أنا عرفت إنه في أنشطة إجرامية عم بتصير ببيتك من مدة كتير قريبة. حاش تحكي كلام فاضي، أنت ما عم تترقى لهيك بدك تورط الناس الأبرياء. مدام شفتي هالشي هاد؟ عم يتهمني وهو اللي لازم نتهمه. وبهالحالة بتكون أنت الجن. شفتي؟ شفتي لوين وصلت هالدنيا هاي؟ على أساس يعني إنه مسك الديب من ديله، لأنه تيواري محتال مفكرنا مثله. يعني على أساس مسكت الديب من ديله؟ هابو محتال ومفكرنا مثله. بكفي بكفي، ما تبلشوا هلأ بمسابقة الشعر. هابو سينج، أنت عمول شغلك. مزبوط، الحقيقة إنه شفناك وأنت متورط بأنشطة إجرامية، لهيك أنت رهن الاعتقال. هلأ امشي تحرك. أنا ما معي تحرك. شو عم بيصير هون؟ فهمني أنت لوين أخذ مان مهان بهالطريقة هاي؟ اختي أنغوري، هذا الزلمة قتل في بوتي. آه؟